المجد للمغاردات والمغاردين صباحا وفي كل الاوقات اهلا بكم في فيت مونتي كارلو الدوليه من باريس جولة جديده على مواقع التواصل الاجتماعي واهل الانترنت، سبع دقائق يوميه ارصد لكم فيها بعض ابرز ما يدور فيها. اقتباس اليوم مجهول المصدر بسالك عندما اخترعوا المصعد تحولت السلالم الى مخارج طوارئ وخوفي الان بعد الانترنت والعالم الافتراضي ان يصبح الواقع مخرجا للطوارئ. جميله ابو شنب صباح الخير. صباح الخير ريتا، في السياق نفسه كان تيغي لوفي يوغا. خبير السلوك والإدمان الرقمي قد تحدث في موقع لوبس عن اتصال الإنسان خلال حياته بالأنترنت لمدة تصل إلى مئة ألف ساعة قليل لفير <applause> يسأل ويجيب ويرى أنه إذا كان الأمر كذلك فإنه من الضروري إيجاد توازن عادل بين الحياة الافتراضية والواقعية من أجل نوعية حياة أفضل سواء الحياة الخاصة أو في العمل ثم يضيف أنه منذ العام 2012 أصبح الإنسان متصلا زيادة عن اللزوم هواتف ذكية وحواسيب لوحية أكثر ويعتبر أن الإنسان يعيش 80 سنة إجمالاً، جزء كبير منها ينضي خلف الشاشات ويعرض لدراسة أجرها باحثون في مركز أينشتاين الطبي في فيلادلفيا، تكشف أن أكثر من ثلث الأطفال الأمريكيين يتأقلمون مع الهواتف الذكية منذ شهرهم السادس. في عمر السنتين، ثلاث أطفال من بين أربعة اختبروا الألعاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية و95% منهم شاهدوا برنامجاً تلفزيونياً. في اليابان تضيف الدراسة يعيش المستخدم سبع ساعات في اليوم امام شاشته وفي فرنسا ينخفض الرقم الى خمس ساعات لكن الرقم يصبح سبعة رت عندما يتعلق الأمر بعدد الأجهزة الرقمية في البيت الواحد ثم الختام بعملية حسابية بسيطة ثمانون عاما ضرب ثلاثمائة وخمسة وستون يوما عدد أيام السنة ضرب خمس ساعات في اليوم أمام الشاشات المتنوعة المجموع مئة وستة وأربعون ألف ساعة <applause> يخلص الخبير إلى أن مئة ألف ساعة في الحياة أمام الشاشات الرقمية ستفضي حتما وبسبب طريقة الجلوس. او عدم الحركه الى مشاكل متفاقمه في العظام والعضلات وامراض القلب والسكري والارق وبسبب الارهاق الشديد والسترس المزمن سيصبح الاكتئاب هو فعلا مرض العصر ثم ينهي لفير ورقته قائلا عندما يكون العيش عبر الرقمي الالعاب، الجنس اونلاين، شبكات التواصل، السيلفي وغيره هل يبقى للحياه معنا معتبرا أن مئة ألف ساعة نمضيها في حياتنا أمام الشاشات تستحق وقفة تأمل لإقامة التوازن المطلوب هنا علق جوليان في غياب التوازن لن يعود الإنسان إنسانا فعلا تعليق يقودنا إلى فكرة الروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي يكثر الحديث عنه هذه الأيام حيث يبدو أن مليون وظيفة حسب ما كشفت دراسات حديثة ستكون مهددة نعم من زمان كان الفيلم اسمه في بيتنا رجل هلأ ممكن هلأ. يصير في بيتنا <applause> الروبوت وحسب مقال في فريدزون يبدو ان اكثر من نصف سكان الارض اذا استمر التطور على هذا المنوال سيصبحون بلا عمل بعد 30 عاما فمثلا المهام المتكرره والاليه هي التي ستتضرر بالدرجه الاولى ولكن الامر يعتمد على نطاق العمل والمهارات اللازمه له فعالم الطب لن يتاثر بدرجه كبيره بهذا التهديد حسب التقرير لا ننسى ان العالم ستيفن هوكينج كان قدرنا جرس الإنذار أمام خطر الذكاء الاصطناعي الذي بإمكانه أن يدمر البشرية. هل يمكن إذا بتأخر الذكاء الاصطناعي في فرد نفسه وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا اليوم نجد أن الإنسان ربما سيسبق الذكاء الاصطناعي في تدمير البشرية. علقت فيكي عموماً إذا نظرنا في اتجاه آسيا نجد مثلاً أن شركة سامسونج صرفت أموالاً طائلة لتطوير الروبوتات القادرة على القيام بمهام تجميع القطع مثلاً مكان العمال. لكن هناك وجهات نظر ترى الموضوع من الناحية الإيجابية كأحد مهندسي شركة جوجل الذي يرى أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي يمكنهما بناء مجتمعات فاضلة إذا صح التعبير نعم من الإيجابيات الأخرى التي يتطرق إليها المقال مثلا صحيح أن سعر الروبو غالي ولكن لا يحتاج إلى راتب ويمكنه العمل 24 ساعة على 24 دون تعب يضرب كاتب المقال مثالا بالمخاوف أمام ظهور الإنترنت والقلق من اختفاء المكتبات الفعلية أمام الم امام المتاجر الرقميه المكتبات التي لا شك انها تاثرت بفعل الويب لكنه لا ينسى ملايين الوظائف التي وجدت وابتكرت بفضل انترنت ولا شيء يمنع ان يكون لقطاع الروبوت والذكاء الاصطناعي إيجابيته. هل الذكاء الاصطناعي والسياسه والديمقراطيه فهذا حديث اخر الديمقراطيه هذه الكلمه التي نالت حظا وافرا من التداول على تويتر بعدما انتشر مضمون الحديث الذي ادلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى مجله جون افريك الفرنسيه قائلا ان الديمقراطية الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة، وسيتطلب تحقيقها في مصر فترة تتراوح بين من 20 إلى 25 عاما. ياسر ادم عجل الخبر بتغريدة قال يا حظك ياللي هتنزل من بطن امك الليلادي هتشوف الديمقراطية وانت عندك 25 سنة يا ابن المحظوظة. محمد سيف الدولة سأل ماذا يعني السيسي بقوله أن الديمقراطية لن تتحقق إلا بعد 25 سنة، يعني أنه يطمع أن يحكمنا ربع قرن على الأقل متوهما أننا سنسمح له بذلك؟ رشا كتب ايه مالكم العجله من الشيطان ما اسامه فتقمصت دور المنجم قال وبعد 25 سنه حكون انا مت او الشعب مات او الديمقراطيه اتلغت وفي تغريده يوسف بطرس نقرا الف مبروك لانصار السيسي مصر حصل حصلت على المركز 134 في مؤشرات الديمقراطيه تحت تصنيف نظام تسلطي استبدادي المهم نبقى كده زميلنا في إذاعة الشرق مازن الخليل نعى عبر صفحته في فيسبوك أشهر مهندس صوت في لبنان والعالم العربي في فترة ما بين الستينات والثمانينات المهندس نبيل ممتاز رتا. نعم ممتاز كان مولعا بالتكنولوجيا منذ صغره وكان حتى كذلك حتى آخر لحظات عمره كان قد صمم ونفذ ميكسر الاستوديو الخاص به الضخم استوديو بوليسوند الشهير بيده في هذا الاستوديو سجل أغنيات لكبار الفنانين في العالم العربي فريد الأطرش مياد الحناوي فيروز صباح وغير الكثير نختم بلفتة تأبينية بأغنية شهيرة ولدت في استديوهات لجورج وصوف عند الحبايب عند الحبايب ويا الحنين قولي لهم كلمة كلمة حبايب شكرا جميله لرفقتك شكرا نبيل لحسن الاستماع وللمستمعين نلتقي غدا في حلقه جديده الى اللقاء ريتويت